السلام عليكم متابعين موقع طنجاوي، مرحبا بكم في حلقه جديده في ميكرو طنجاوي. موضوع ديالنا اليوم غادي نشوفوا العاشور واش باقي كيما شحال هاد. عمو ديالي تبارك الله، تبارك الله عليك، السلام عليكم بخير. عمو ديالي غنسقسيك على العاشور شحال هادي مع الوقت دابا، شنو اللي نسبت دابا؟ العاشور ديال السبعينات الثمانينات ماشي هو هذا اليوم. قبل كان وقت اخر وبنادم اخر. دابا شحال هادي ملي كان العاشور في طنجة، كيفاش كانت الاجواء؟ دابا مابقاش هذيك العاشور، رجعنا كنسمعي منكم. مابقاش هذيك السهالة. القرايب والسلام. ودابا شكون احسن، واش ديك الوقت ولا هذا الوقت؟ هذا الوقت قبل احسن من دابا. قبل كانوا الناس مهتمين به، كيهتموا بالعاشور وكيعملوا الواجب العاشور، اما اليوم ما بقاوش كيعملوا. دابا انا كنعقل على العاشور ملي كان في الشرق. ايوا لا حشره. يعني دابا الشرق كان هو الاخر اللي كان في الخصافات. يعني الخصافات اول حاجه، الخصافات السوق برا، الخصافات مسائل كامله. كنت كتمشي صغير ديك الساعه؟ كنا عندي 18 19 لا كبير شويه. يعني كتمشيو كتجورو تما الدنيا غزاله وكتعيشو الشباب ديالكم ديك الساعه. ما تسقاش تخرج من تما، ما تسقاش تخرج من تما. اما دابا كلشي تبدل، دابا كاج واحد العاشر اليوم كل واحد كيقول لراسي راسي. حتى الوقت تبدلت. ايه تبدلت، كلشي تبدل، الوقت باقي هو هو. شني بنادم تبدل، ما بقاتش ديك المعزه والمحبه وديك الشيء اللي كان قبل، ما بقاش ديك الشيء زولو كامل. وكاين دابا اللي كيتسنى هاد العاشور غير باش يأدي شي واحد. شناس قلنا هاد الناس هادو؟ الساحر ويقع بزاف. شناس قلنا هاد الناس هادو؟ وما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قبل ما يعملوا شي حاجة تيفكروا مزيان. ما كيفكروش، الناس كتصطم، ما كتخاف لا من الله ولا من العبد. كيعملوا اللي بغاو. ايوا شكرا بزاف، الله يخليك الصحة الله يطول العمر ديالك. الحمد لله. خير بيوم، نسينا وليك منور السواني تبارك الله، دائما كتجيب الجديد في باقي. الله يحفظك اخي ابراهيم، الله يجزيك بخير. وهذا العام هذا شنو موجدنا اخي؟ كل شيء اخي ابراهيم، خير موجود الحمد لله. يعني الناس السواني نقدروا نقولوا عندهم كل شيء قريب صالحة ومضيون. وكاليتي حاجة مزيانة في السواني. يعني جوي قدام السوق، زينة جيت على الشوكة. الله يحفظك يا جون، مسائل ضخمة اخي ابراهيم. شنو عندك هذا العام هذا؟ جديد، كل شيء كاين، كاين السلعة انا قلت لك حاولي اسبانيا، مسائل جديدة. كيف هو كاين السك جاف فكل شيء طري سخون، حنا كنعملوا شي بلاستيك يبقى سخون دائما، كيبارد شي مره، بقى يبقى لك ساعه عام، ديما سخون، ديما حاجه سخونه وطريه يا ابراهيم. ومن ناحيه الاسمنه هذا العام هذا كاين شي اسمنه مناسبه حيت كل شيء غلا؟ اسمنه مناسبه 120 درهم مخلطه فاكيه ومخليه 140 درهم. دابا الناس كلش كيبداو يشرو فاكيه نهار ديال العاشور. نهار العاشور احسن نهار، نهار العاشور نهار ثاني عاشور. دابا الناس بداو كيشرو كيوجدوا قبل. العاشور كيبقى في طنجه كيبقى شهر، ملي كان العاشور شحال كنا كنعملوا السوق ديال العاشور كيبقى شهر، دابا الامور تبدلت شويه اخي ابراهيم. سيمانه وما كتبقى تنقص عاد. دابا غادي نقول لك سينا روبيون، سينا تبارك الله راه قديم والدومين تبدل شي هذا. 30 عام اخي ابراهيم. 30 عام. إذا وصلتك على ديك 30 عام 2024 شنو اللي تبدل فيها؟ وشحال كان العاشور كيكون فيه النشاط، قشاوش الزنقه، مسائد الهواوات، براد الدلما، الحلاوه ديالو. ملي حيدوا العاشور، العاشور هو شويش. يعني دابا سبحان الله العظيم سنا قلت لي كتجيب دابا الدراري ديالك هنا باش كتحسس بالاجواء ديال العاشور. دابا فاكي عام كامل الحمد لله كتسبع، دابا حنا معروف عندنا كليه مزيانين، عندنا مسائل، فهمتني؟ يعني عام كامل. ايوا روبيو غادي نقول لك دابا واش الناس كيديو الحلوى بزاف اولا كيديو فوا كيجافا بزاف؟ كيديو اخي ابراهيم فوا كيجافا بزاف، وكيديو الحلوى كثر حلوى قديمه اللي معروفه في طنجه قديمه بحال هذه فريسه، هاد النوكا هادي، هاد الدراجين، هادو قدامين كيحمقوا عليهم. وباقي نفس الكاليتي شحال هادي ولا؟ الكاليتي باقي نفس الكاليتي. خاو ديالي تبارك الله. الله يبارك فيك اخي. العاشور هوازه، كاينه شي فاكهه ولا باقي؟ طبعا الخير موجود الحمد لله. نطلبوا من الله اللي مجوج يفرح العواول بهذا الشيء هذا بالفاكهه ويجوز هذا الشهر المبارك بالخير. بعد ما كل شيء غلا الانسان رجع كيخاف يشري شي حاجه. ماشي كيخاف اخي ابراهيم، راه شي حاجه زايده كثر ما كيخاف. نطلبوا من الله الدرويش ما يتقصح شي وصافي. والله يسهل على يسهل على اي واحد. ودابا بيني وبينك كاين اللي كيشري فاكيا وكاين اللي كيتسنى هذا الشهر هذا وهذا النهار هذا غير باش يأدي شي واحد باش يعمل له السحر ولا شي حاجه. وكاين كاين هما صحاب الحال كاينين صراحه يادي، الله اي واحد توقع منه شي حاجه كذب عليك كذاب اخي ابراهيم. والله كاين الواحد تكون معاه شي حاجه يتهضر معاه يعيط لك، يكون عندك معاه شي صداع ولا شي حاجه يعاود لك باكيتي بتكحكح تقول ليش يا هضره هايده. شنو يقولوا الناس دابا اللي كيفكروا يأديو شي واحد بهم؟ عند الله يتحاسبوا على العقاب ديالهم كيتسناو. تا منطق صراحه فهمتي، تأدي واحد ياخر في حياته تخليه يحماق وهذيك صافي. شي واحد ما كانش مكتب من شي واحد ياخر ولا شي واحد ما كانش مكتب من شي واحد صافي تفرقوا. الاحسن يحيدوا الشوكه بلاد، ما تشي اللي نطلبوا من الله، ماشي الواحد يتادى تمشي
تلعب عليه تبارك الله عليك. هذا الشيء اللي نطلبه خيبرا. لا حودك. الحمد لله ديما عندنا العواش راه خيبرا. كيجي هذه مور هذه الحمد لله. غنهضروا على الناس الساكنه دابا السوانين، كيفاش كتكون عامله الاجواء هنايا؟ الاجواء كتكون غزاله خيبرا. خصوصا العاشور داك الشيء غزال تبارك الله ما شاء الله. خي عمر، وكاين اللي كيتسنى العاشور يشرب فاكهه ويفرح، وكاين اللي كيتسنى العاشور باش يعمل شي واحد يأهل. الله يبعد البلا وبلاوات هذوك اللي هذوك اللي صعيب الله خيبرا. الله يبعدهم لينا. خلصنا الناشط العاشور بوليتو. ما امريكم صاغات الوالدين الله يبعدهم لينا اخي. كيأدي عباد الله الداعبين من الله. وشنو اللي غتقول شي واحد كيفكر شي واحد يأدي شي واحد شنو غادي تقول له؟ هذيك صعيبه لا دنيا لا اخره اخي ابراهيم. الله يبعد البلا وبلاوات. اي والله هاد العاشور هادو من هذوك الصفوف يوجد الحلاوه والنشاط وقشاوج العواوي بحال دايما بحال ديك العاشور شحال هذيك خصافات وكان داك الشيء اللي كتعرف اخي ابراهيم. اليوم المهم هذا كاينه ببركه شويه شويه الحمد لله. ديري الغزال. الله ينورك ابراهيم. كيفاش عامله الاجواء ديال العاشور في السواني؟ اش غنقول لك الاجواء ديال العاشور في السواني ما بقاتش بحال اللي كانت شحال هذي. اي بنادم كيخلقوا السلام. كاين بعض الناس كيشوفوا العاشور باش يجيو يحتفلوا يشرو فاكهه ويخرجوا العواول ديالهم، لكن كاين اللي كيتسنى غير العاشور باش يأدي فيها شي واحد. ايوا غيتأدى مع الوقت عاوتاني. غيتأدى لي أدي واحد اكتاف. ما كاينش العاشور باش نوصلوا هذا يوم عاشوراء. فهمتي؟ لا فيه بنادم فيه الصيام وفيه كداشي وفيه العواول كنفرحوا بهم، وهاد مسائل ديال الفاكهه عاوتاني بنادم يدخل اللي قد عليه الدار وكداشي بحق مسائل أخرى. فهمتيني؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الله عليك، دابا سينا معاود دخل شي حاجه للدار يعني. ضروري علاش ما قادين؟ علاش ما قادين؟ ضروري واحد كتعمل واحد الفال بالعربيه. خي عمر تبارك الله عليك. خي ابراهيم كيف سينا خويا بخير مزيان. السوانيس تبارك الله معروفه بالاجواء ديال العاشور. دائما خي ابراهيم اجواء العاشور فين تجيب راسي احسن من السواني. السوبر السواني ما كاين حتى شي بلاصه في طنجه باش ما يكذب عليك حتى شي واحد. واخا السواني مشهوره بالحاجه واعره ولكن الثمن وكاليتي شي حاجه يا سهل. اي واحد سقس تقول له احسن سوق كيجيو له الناس اللي عشاقه كيجيو السواني يتسخروا. الا سقسيتك بين العاشور شحال هادي مع دابا شنو اللي كتشوف اللي تبدل؟ اللي تبدل هو بنادم ما بقاش كيدي الاهميه لهذا الشيء هذا. دابا بنادم رجع كيفتاش على بورخيس فهمت. دابا تقدر تجبر السلعه العام اللي فاز بنادم كيصفيها في واحد اخر بحاجه بورخي، ولكن اللي هنايا كتبر الجوده والثمن مع بعضيتو اخي ابراهيم شي حاجه يا سهله. وكاين اللي كيتسنى هاد العواشر يجيو خصوصا العاشر باش كيأدي شي واحد. هذيك هي اكبر مصيبه كنعانيو منها هي هاد مصيبه الشعوذه. بنادم ما كيركزش باش يعشر على فلوسه ويتهلا في الدراويش، بالعكس بنادم كيفكر يأدي خامس المادي والضاله اللي كنعيشوا فيها اخي ابراهيم. دابا كاينه بزاف ديال الناس راه كيفكروا يأديو شي واحد، شنو غادي توصل لهم شي ميساج قبل ما يعملوا شي حاجه؟ قبل ما تعملوا شي حاجه كنقول لكم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. ربي هو يكفيكم الشر ديالكم اخي، حنا بارين منكم الله يهديك. كيفاش عامله الاجواء ديال العاشور في الحومه ديالكم؟ اجواء مزيانه اخي ابراهيم الحمد لله خويا. يعني الاجواء واعره، كل عام كتحاولوا ما امكن تحيوا كل عام كنعملوا الجو ديالنا ان شاء الله باش هادشي هذا مداوع من الاول بدا كيتسنس هادشي هذا. وانا غادي نسقسيك سينا كيفاش كتحتفل بالعاشور؟ كيفاش العاشور اش غنقول لك؟ قشاوش العواول حدا كيفرحوا والعائله كنجمعوا مع بعضيتنا ونشطوا وكذا ونزلوا الفاكهه في الوسط كل عام. يعني هذه كل عام ضروري. كل عام ضروري ما كيتبدلش هادشي هذا. وكاينه بزاف ديال الناس كيتسناو العاشور باش كينتاقم شي واحد من العائله ديالو ولا شي واحد كيعرفوه. العوديه موجودين اخي ابراهيم. الله يبعدنا عليهم اخاف. امين. موجودين في المغرب بعدا رقم قياسي اخاف. دابا الناس واش كيديو فاكهه ولا ما كيديوهاش؟ كيديوها اخي ابراهيم كيديوها دابا شويه راه كيمشي بحال دائما داك الشيء قدر شويه فهمتي. الله يحسن العام كل شيء غالي. يعني نقولوا كل شيء غالي. من ناحيه الفروطه دابا كيفاش عامل؟ الفروطه الدروج مابقاش كيقرب لي الخاوة، كتشوف حبه منو كيتخلص 70 درهم 80 درهم في المارش، الخوخ الشادية مخلصة ب 25 درهم، كتجبر ما تكون كلية ديما كتبان بأنك شنو كتزيد عليها ولا تينا شفار ولا، دابا الخوخ الشادية وحبه منو كاين يتسالوا الدروج ما كلاش هذا العام هذا، المشمش كيسوى 8 درهم عام 25 درهم في المارش. درويش الله يحسن العون اخويا. يعني علاش نقول لك هاد الناس الفلوس خصهم يشوفوا الدراويش فهمت، يعني عاشروا على الدراويش، الانسان اللي خدام وعنده ولادو كاري. باقي كنزيد نعاود السعيه راه ما كيسالوش، راه التجاره كيبيع يشريو كيمشيو تيوال الغابره جناكا اللي كيقول له ما كيشوف اخر رجلو مقطع بان هذا ديزافي صدقه رجلو مقطع. هو كيخدم هو كيسعى شهر يعدلوا دده ماشي يعدلوا دده. كتجبر شي واحد كيزوى بنو مسكين صغير وما قدرش يشري له ما قدرش. حنا بيدنا كنتالموا معاهم فهمت. يعني كيسقسي كيسقسي كيمشي بحال واحد انا كنحس بك ناقص له التسامس عقلي بحال باش مخلصه ما كيديهاش. الله يحسن العون اخي ابراهيم. وخصوصا العام هذا العام اللي فات هي مجاهده فهمت، العام هذا كثر. وهادشي هذا كيتزاد الفروطه كتسالى كيمشي وقتها الدروج ما كياكلاش. شوفوا اخو المسؤولين شوفوا لنا لحد هادشي هذا ما عرفناش هادشي هذا من ماجي واش مكبارين ولا ما عند فلاحه ولا ما عند ما عرفناش هادشي هذا من ماجي. خو ديري تبارك الله يرحم والديك خي ابراهيم الله يكبر بك اخو. دابا انت شحال العمر ديالك؟ 17 عام اخو. 17 دابا انت في الصغر ديالك كنت كتحتاج العاشر كتحتفل بالعاشر. ضروري اي واحد دو الصغر ديالو هذاك اخو ابراهيم. ودابا كيفاش كتشوف العاشر بين شحال هادي ودابا؟ الصراحه كلشي تبدل اخي ابراهيم والله كلشي تبدل من ناحيه
دق شاواش وديك الشيء من ناحيه فواكه جافه يعني الفاكهه وكلشي كلشي تبدل بحياه ببيع وشرا على الناحيه يعني شحال هذه كانت الاجواء العاشر كتجبر الام والاب كيخرجوا العواوات كيمشيو يتسوقوا قشاواش الناس يدخلوا يديو الفاكهه كيدوزوا النيوار ديالهم في الدار مع بعضهم مع العائله الله يكون في العون كلشي غلا هذا في العون دابا كلشي طالع اخي ابراهيم الله تبارك الله الله يرحم والديك اخي ابراهيم وكما شفتوا كانت هذه الاجوبه السلام عليكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.